أهلا ومرحبا بكم، معكم محمد عباس الباشا. إليكم مباريات الهلال في دوري روشن خلال شهر ديسمبر 2023. أول مباريات الهلال في شهر ديسمبر ستكون عند 8 من يوم الجمعة 1 من ديسمبر، وهي مباراة قمة بكل المقاييس، حيث سيباري الهلال نادي النصر بإستاد الملك فهد الدولي. حتى نهاية الجولة 13 يحلق الهلال بعيدا في الصدارة ب35 نقطة، إلا أن النصر يلاحقه حثيثا إذ يحتل المركز الثاني ب31 نقطة. ثاني مباريات الهلال في ديسمبر سيقابل فيها الطائي عند 5 من مساء الجمعة 8 من ديسمبر بملعب الأمير عبد العزيز بن مسعد. لقاءات الفريقين الأخيرة فيها حقق الهلال الفوز 3 مرات، فيما كان التعادل حاضرا لمرة واحدة. ثالث مباريات الهلال ستجمعه بالوحدة عند 8 من مساء الجمعة 5 من ديسمبر بملعب الأمير فيصل بن فهد. آخر لقاءات الفريقين كانت ضمن منافسات كأس الملك في 12 من مايو، وانتهت بالتعادل بهدف لكل ناد. رابع مباريات الهلال في ديسمبر ستكون أمام أبها عند 8 من مساء الخميس 21 من ديسمبر بملعب الأمير فيصل بن فهد. آخر مباريات الفريقين كانت في 24 من أغسطس، وانتهت بفوز الهلال 3 أهداف لهدف، ولا يحمل سجل المباريات الأخيرة بين الناديين أي فوز لأبها على الهلال. آخر مباريات الهلال في دوري روشن في ديسمبر سيقابل فيها نادي الفيحة عند 5 من مساء الجمعة 29 من ديسمبر بإستاد مدينة المجمع الرياضية. سجل آخر المباريات بين الناديين يحصي فوزين للهلال ومثلهما للفيحة مع تعادل وحيد. هل يستطيع الهلال أن يحافظ على مركزه؟ أم أن للأندية الأخرى رأي آخر؟ اترك تعليقك أسفل الفيديو.